سعد الله مساكم من متابعين نانو ستيشن. الرنج من الوكالة لمحل نانو ستيشن مثل ما انتم شايفين. تحضيرين انتهينا من العمل ومن ثم بدينا في محضر من نانو سيراميك، ومن بعدها راح نطبق نظام النانو سيراميك. ومثل ما انتم شايفين السيارة راح تكون عليها 4 طبقات بالإضافة إلى الحماية للرنجات والأنوار الأمامية والخلفية بإذن الله تعالى والزجاج. مثل ما انتم شايفين راح يكون الحماية الداخلية لحد الحين ما انتهينا منها. وراح نصوركم الموتر أول ما يجهز إن شاء الله بإذن الله تعالى. يعطيكم ألف عافية.